ممثلين فلاحين، احنا من كردستان والعراق واحنا مظلومين، وعندي هذا وان شاء الله انت خير وبركه جد في الشمال العراق ويا اخوانا الاكراد، واحنا بالخدمه واحنا مظلومين. صار ست سنوات من الحكومه العراقيه الحنطه مالتنا مستلمه، وزاره الزراعه مستلمه، وزاره التجاره مستلمه، ومحد الان ما مستلمين فلوس. احنا نشكر بيك على الرجعه مالتك، على الخير وبركه مالتك، رجعت بنجاح. الطلب موجود يمي، موضوع الفلاحين اوعدكم راح احله، اخوكم تجيكم بس كونوا صابرين، عندنا ازمه اقتصاديه حقيقيه مع كل هذا. بالازمه الاقتصاديه راح احل مشاكل ان شاء الله. يا جماعه من رجعه مالتك يسوى كل شيء، ما في فلوس، الاحترام مالتك ورجعه مالتك، انت الانسان مالتك حتى مالتك يسوى كله. اي والله.